تكويني شهقات الثكالى فعلات توالى دمعة الطفل الغرير مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير. مشاهدينا الكرام مساء الخير ومرحبا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج حديث الناس على قناة الإنسان الفضائية. مشاهدينا الكرام نسجل هذه الحصة في وضع استثنائي يتسم بعودة الاحتجاجات في عدد من المدن التونسية مثل المكناسي ومنزل بوزيان ورقاب وبنقردان وقفصة والقصرين وغيرها من المناطق، وكذلك تساقط الثلوج بكميات كبيرة في مدن الشمال مما جعل عديد المدن في حالة عزلة وعديد المواطنين عالقين بسبب تراكم كميات الثلوج وقطع الطرقات. بعد 6 سنوات من الثورة إذن عادت الاحتجاجات بنفس المطالب تقريبا، وفي مقدمتها مطالب التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وعديد المدن التونسية تشهد هذه الاحتجاجات والمواجهات مع قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ووصلت إلى حد استعمال القوة مثلما حدث في معتمدية المكناسي وسيدي بوزيد. زيارة رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي أيضا إلى قفصة قوبلت بعديد الاحتجاجات ورفع شعارات على عدم الرضا بالوضع الحالي، كذلك الوفود الحكومية التي تحولت إلى عديد الولايات مثل مدنين وسيدي بوزيد وجندوبة قوبلت هي أيضا بموجة من الاحتجاجات للتعبير عن حالة الغضب وعدم الرضا عن الوضع الحالي في البلاد وعجز الحكومة على إيجاد الحلول الملائمة لمطالب المحتجين، وفي مقدمتها توفير التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. إذن هذه الحصة من برنامج حديث الناس تتناول الوضع العام في البلاد في ضوء هذه المستجدات، ويسعدني أن يكون معي في هذه الحصة مجموعة من الضيوف. أسمي الأستاذ إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، الأستاذ أحمد الخصخوصي عضو مجلس نواب الشعب والأمين العام لحزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين، الدكتور لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الأستاذ هشام الحاجي صحفي ومحلل سياسي، وسيكون معنا بالهاتف السيد فيصل التبيني عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب صوت الفلاحين، وكذلك السيد زهير الخصخوصي الكاتب العام للمكتب المحلي لاتحاد الشغل بمعتمدية المكنسي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المتابعة لهذه الحصة الجديدة من برنامج حديث الناس على قناة الإنسان الفضائية، وبعد الفاصل نعود للحوار مع الضيوف. مشاهدينا الكرام إذن نبدأ في الحوار مع الضيوف. نبدأ أولا مع الأستاذ إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، والأستاذ أحمد الخصخوصي عضو مجلس نواب الشعب والأمين العام لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين. مرحبا بكما في هذا البرنامج وفي قناة الإنسان. إذن يعني أوضاع مستجدة سيد أحمد وسيد إبراهيم، أوضاع وضع متوتر تعيشه البلاد. نحب نبدأ ننطلق معاكم من هذا، يعني من هذه النقطة، قراءتكم لهذا الوضع. نبدأ بسيد أحمد يعني عضو مجلس نواب الشعب، وأنت أصيل المكناسي، والمكناسي تشهد هذه الموجة من الاحتجاجات. كيف تتابع أولا أنت هذه الموجة من الاحتجاجات؟ طبيعة الحال اللي كانت تسمح عندي كلمة نحب نقولها في موضوع قناة الإنسان. نعم. أنا سعيد بأن تستضيفنا قناة الإنسان، وعندي أمل وعندي رجاء في نفس الوقت أنه
قناة الإنسان هي مشغولة من أجل الإنسان. نعم. وأنها تكون عندها إضافة إعلامية الحقيقة. نعم. بصراحة. نعم. تكلموا بصراحة معناها القنوات اللي نتابع فيها بصفة عامة وقت اللي تتاح الفرصة باش نتابع مش مرضية ومخيبة للأمال. نعم. ومعناها يطغى عليها تانب الجانب التوجيهي. نعم. معناها موجهة. خاطر التوجيه ينجم يركز لك على النقطة متاع 1% ولا 5% ويخليك 95%، وهذا بطبيعة الحال يولي عكس مهمة الإعلام، يولي عملية تضليل ومش به. فنحن معملين هاي قناة الإنسان مضاف ومضاف إليه، معناها القناة هي في خدمة الإنسان، القناة هي ملك الإنسان، إن شاء الله يكون إعلام ما نقولش بديل أم يكون إعلام مختلف إن شاء الله. صراحة اللي موجود ما يرضيش لا ربي ولا العبد ولا الضمير ولا البلاد ولا يخدم البلاد كذلك، معناها يساهم في الإهاجة. هذه الحاجة الأولى. نعم. طبيعة الحال الحاجة الثانية موضوع الاحتجاجات الكل مش كان في المكنات نتابع وفي كل الاحتجاجات في أي مكان، معناها الدليل على إيش؟ أنت ذكرت عبارة غضب وما إليه، صحيح ثم الغضب، لكن هو الدل نجمشوا للأشياء العميقة. العميقة شو معناها؟ معناها ما ثماش ثقة بين السلطة وبين المجتمع. والمهمة الأساسية المطروحة سواء على المجتمع وخاصة على السلطة هو إعادة هذه الثقة. نعم. راهو ما ثماش ثقة بين الناس وما ثماش تواصل وما ثماش حوار، ما عندنا وين نوصله. يجي وفد وزاري يكردوه بالحجر بلغتنا نحن. نعم. يجي أي حد ما يسمعوش يجي كذا، ما هذه وضعية لا يجب لا ينبغي أن تستمر. هذه الحاجة الأولى. المطالب مشروعة، خذ وقت الإنسان يطالب بالتشغيل ما طلبش حاجة عيب، ما طلبش حاجة حرام، هذه من الحقوق يسموها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية المكفولة عالميا حتى الأمم المتحدة متبنيتها. واضح. معناها شغل وتعليم وسكن، هذه ما فيهاش حتى شيء. واضح. خلينا نأخذ سراعي إبراهيم، وأنت ابن القصرين أيضا، والقصرين يعني تعيش أيضا هي الأخرى احتجاجات يعني ومطالبة بأنه بعد 6 سنوات لم يتحقق شيء في القصرين، في تالا، في سبيطلة، في عديد المعتمديات من ولاية القصرين. أنت كابن هذه الجهة وك يعني رئيس جمعية وطنية، يعني كيف تتابع المستجدات اللي تعيشها ولاية القصرين وعديد الولايات الأخرى؟ يعني الحقيقة في البداية شكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة باش نكون متواجدين على منبر هذه القناة. يعني السؤال ممكن يطرح بكيفية أخرى. نعم. ما الذي تغير بعد 6 سنوات حتى تكون دار لقمان على حالها؟ يعني طبيعي جدا للشعب بتاعنا ما شافش حاجة ملموسة في التغير وحاجة لبت له يعني طموح الثورة وأهداف الثورة. وجدنا أنه العملية روحت مكانها، يعني لسنا هوات إضرابات ولسنا هوات يعني اعتصامات في الشوارع ولسنا هوات معناها تكسير أو خلق الاضطرابات باش تكون ثم عملية يسوق لها للأسف نوعا ما إعلاميا في تضليل لهدف تلك التحركات والحديث عنها كأنها يعني تحط العصاف العاجل كما يقولوا هم في بعض وسائل الإعلام على أساس عدم مشروعيتها. السؤال هو ماذا تغير باش أنت تطلب من الشباب ذاك باش ما يخرجش الشوارع وما يحتجش؟ بعد 6 سنوات نجد أن الحكومات هذه كانت تتجمل، كانت دولة مساحيق، وضعت العديد من المساحيق، وبمجرد مرور الزمن وبمجرد هطول الأمطار والثلوج انزلت هذه المساحيق وانكشفت الصورة القبيحة والوضع القبيح داخل تونس بشكل يخلي العملية أن توحي حتى كذا نشوفوا المجتمع الافتراضي اللي هو مجتمع الفيسبوك ينادي بثورة جديدة. هناك نوع من حقد الدفين والخطورة على السياسيين وعلى الحكومات المتعاقبة. يعني في ظرف حوالي 6 سنوات نجد تقريبا 8 حكومات تعاقبت على المشهد السياسي، يعني عمر الافتراضي لكل حكومة لم يتجاوز 9 أشهر. نعم. وهو في حد ذاته يؤسس. لماذا يؤسس؟ لأن كانت حكومات تبيع الأوهام وكانت تنتهج منهج التجربة والخطأ اللي هو منهج وقع التخلي عليه منذ 40 و50 القرن الماضي.
أنت في لم تضع استراتيجية واضحة، لم يكن الخطاب السياسي خطاب واقعي بأتم معنى الكلمة. بماذا نعني واقعي؟ أن يقول لجماهيرنا للشعب هذا راهو مسألة التشغيل تستهلك نوع من الوقت. نعم. يعني أنه عملية التنمية داخل البلاد وفي المناطق المحرومة والمعادلة التي فرضت نفسها في التمييز الإيجابي راهي تستهلكني شوية وقت، رغم أن نجمش نحقق مجموعة الأهداف هذه إلا بعد 10 أو 15 سنة، وبالتالي يكون أنا خطاب من الأول واضح. أما أنك تبيعني أوهام وكل حكومة تجي تقول عندي مشاريع وعندي كذا وبش نعمل وبش نعمل، تحدث الحكومة الفارطة على 5000 موطن شغل بالنسبة ل3 ولايات على الأقل المحرومة، ليس بوزيد وقفصة والقصرين ما وجدناش، سوقت إعلامية لمناظرات وهمية وهو مسألة في غاية من الخطورة، وقت تحلت معناه وزارة الدفاع مناظرات كبيرة واستاج وغيره العديد من هذا موثق إعلاميا فهمتي، وخلى الشباب متاعنا يشدوا الصف من 4 و5 بتاع الصباح على الطوابير باش يلتحقوا بالوظائف هذا، يعني وتو يحكوا على عقد كرامة ما بين الدولة وما بين الشباب هذي المحروم. ولكن وقت تكون استراتيجية الأهداف هذه استراتيجيات وهمية مغير مدروسة، بالتالي باش نسكتوا في شنو رمناش الشعب أبله باش جي تضحك عليه وتقول رب باش نعمل وباش نعمل باش نعمل، لابد باش نصدقك تكون خطاب نوعا ما واقعي. خليني نأخذ سيفتك هنا كرئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، وأنا يعرضوني الناس في الشارع وألتقي مع الناس، يعني هناك حالة غريبة جدا، يتم الإعلان على مناظرات يشاركوا فيها الناس والمناظرات هذه ما عادش تسمع بها، ألا ترى أن هذا يدخل أيضا في حالات الفساد؟ تحدثنا على المسألة هذه وهي غاية من الخطورة في المشهد في ظواهر والمظاهر الفساد بصفة عامة. كنا قبل الثورة وقت جيت مناظرة وكنا نتهكم عليه ونقول ما جاي ما تمشي تشارك فيها المناظره دي راهم هما يعني ديجا معروفين دي لا ديجا ياخذوا معانا 3 أشهر و5 أشهر من اللي خلصوا فهمني. الان الوضع اخطر، الان يتم الاعلان على مناظره ويسكت عليها، الان وضع اخطر لانه بصريح يعني ما وقع تصريفه من ارقام من خلال وزارات المعنيه بالامر. شفنا احنا تقريبا في اواخر 2010 كانت يعني عدد الموظفين حوالي 500 ألف موظف في تونس، حاليا نجدها تتراوح أكثر من 730 ألف موظف. وما بين قوسين عملنا مكتوب رسمي لساني مركز وطني للإعلامية اللي هو يحتسب رسميا أجور الموظفين فهمني، وما زلنا نستنوا باش يعطينا العدد الرسمي لعدد الموظفين لأنه كل ما تماش وزارة عندها العدد الرسمي فهمني. 2012 شهدت اغداق نجم نقول ولا دفع بشكل كبير برشا، وهذه احصائيات رسميه، في عدد الموظفين اللي فات 62 الف موظف فهمني. تو حاليا نستمع في وزاره الحوكمه الوظيفه العموميه الحديث على اعاده تاهيل الوظيفه العموميه، وذلك بالحد وتنقيص من عدد الموظفين فهمني، لأن وقفوا على عملية اللي نحن حسب إذا كان نشوفوا نحن معدل الكثافة السكانية متاعنا مع دول الجوار مع بقية الدول نجدوا رحنا رقم واحد في عدد الموظفين. هذاك علاش حتى المنظمات الدولية ومن أهمها صندوق النقد الدولي كان عنده احترازات أو كان عنده توصيات في تنقيس من عدد الموظفين. لا يعقل باش تكون ثم عندك 730 ألف موظف، لا يعقل باش شوف معتمدية إحدى المعتمديات فيها أكثر من 500 موظف. لا يعقل باش أنت تعمل أكل آليات الهشة باش يعني مسكنات، هذيك المسكنات تعتبر 16 ولا 20 من عشرة بكثروا من الآليات فهمتي، باش تكون أي سكتهم أعطيها ويخدم ياخذ 200 ولا معاش قداه ياخذ من دينار، يعني باش يسكتوا آنيا باش خلى نمتص الغضب بتاعه. وذاك علاش نحكوا في المناظرات نحن في تونس مناظرات، ولو أنه كي نشوفوا قانون 112 الخاص بالوظيفة العمومية نجدوه هو في واد، وكيفية يعني تطبيق المناظرات هذه في واد آخر. نعطيك على سبيل الذكر وليس الحصر، وهذا تقريبا في جميع القطاعات. وقت فتحنا ملف الانتدابات اللي تحت الطاولة قولوا نحن ثم وزارات مثلا كم وزارة الصحة خذت نصيب الأسد من هذه الانتدابات العشوائية والانتدابات لها. شفنا وهذا رسالة مضمونة الوصول لمجلس النواب باش يحلوا عن طريق
حضرة النائب السيد أحمد الخصوصي باش يحلوا ملف هذه بكل جدية، لأن وقت تشوف أنت في مؤسسات تقريبا مثل البنك المركزي نعطيك في كل إتاج توجد لقب عائلة، فهمني توارث المناصب، وقت نشوف نحن إحدى النقابات تقريبا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخرجوا بيان رسمي مش يقولوا فيه الأولوية في الانتدابات لأبناء المؤسسة. نعم. يعني أنا اللي بويا فلاح وغيره كل ما عنديش الحق في الوظيفة. نعم. فهمني توريث المناصب والمحسوبية أدت إلى أنه نوجد في تقريبا كل وزارة جهوية. واضح 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 سيد إبراهيم. وزارة تابعة ولاية صفاقس وأخرى ولاية سوسة وأخرى كذا، ونشوفوا مثلا وزارة الداخلية القوة العاملة بتاع أكثرية وإحصائيات رسمية 75% تقريبا، هذه بتاع 2015 من ثلاثة ولايات تقريبا اللي هم قصرين وسيدي بوزيد وقفصة وبعض ولايات الجنوب اللي هم الأبناء الوحيدين. شكون قدم للثورة؟ ابناء الجيش شهداء الجيش الوطني وزارة الداخلية وكلهم من ابناء قصرين وسيدي بوزيد والكيف والقروان، خاطر هذاك هم اليد العامله، هذاك هم اللي يسهروا في الثلوج، هذاك هم اللي يجودون في البرد، هذاك هم اللي يحموا البلاد بتاعنا، لانه هذاك ساعود اليك ابراهيم تقريبا الخيار الوحيد. ساعود اليك نرجع سيد احمد. سيد احمد احنا انطلقنا بسؤال مهم جدا وهو يعني الأوضاع الآن في المكناسي وانت ابن هذه المنطقة، وعنا بعد قليل سيكون معنا سي زهير الخصخوصي، يعني مشروعية هذه الطلبات وعلاش انطلقت الاحتجاجات هذه ومتابعتكم لها في مجلس نواب الشعب؟ هي الموضوع هذي مثل ما أشار الأخ ميساوي، معناها مثل مش مطلب مش مشروع، لو واحد يطلب الشغل حاجة مشروعة ما فيها حتى عيب، لكن المشكلة هو في الحكم، معناها اللي شدين الحكم وثم ائتلاف وثم أغلبية وثم منيش عارف وكم من حزبهم في الحكم، معناها في رأيي ما باشروش الأمر على الأقل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. معناها كانت ثم في المكناسي، تو نتحدث على المكناسي، كان ثم موضوع هو موضوع الفوسفات، معناها نعم. تأخر شوي وكان مطروح ربما من 2012 ولا 2013 تأخر، لو كان وقع حلك الموضوع هذاك ما يتراكمش ما يزيدش موضوع ثاني موضوع ثالث موضوع هرمنا وموضوع الحظائر وما الى ذلك. معناها فالملاحظ انه السلطه كانها تنتظر وكانها تترقب. نعم. وبطبيعه حال لطنتيزم هذا ما يصلحش، خاصه بالنسبه للناس مباشرين الحكم. انت عندك حكم عندك مسؤوليه يجب تحكم تحكم بطبيعه حال بالعدل وبالوسائل المتاحه لا شك في ذلك، اما تخليش الامور تتراكم، خاطر كيف تتراكم تزيد تعفن، وهذا ما وصلنا له تو. مش تعفن تبركة ولو كان مطلب ولو ثلاثة، لا النوعية بيدها تغيرت، معناها ملي كانت احتجاجات ونعرفهم تو شخصيا اغلب مثلا اغلب المشاركين في اعتصام هرمنا من ناس عاقلين. انت كنت سيد احمد في تسجيل لا. سابق لا. في برنامج اخر كنت ثم شكون عنده 15 سنة ثم هكاك 16 وثم 10 وثم اقل وثم اكثر، هذه كلها بطبيعه الحال وضعيات تتالم، ومثل ما استعملت العباره المره اللي فاتت في الحقيقه كيف تشوف شيء يبكي الحجر مش غادي ولا شيء، معنى انسان يشوف روحه يفنى شيئا فشيئا والعمر يتقدم وما ثماش امل، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو هذه مساله في عوض نعالجوا مشكل يولونا ثلاثه، معناها سامحني في العباره مش باهيه هي اللي كنا نستعملوها، الوضع ولا متعفن. نعم. بعد ما كانوا جهار نهار وفي المعتمدية وبطرق سلمية عبروا على مواقف وببيانات، ووقت اللي تسكر المعتمدية يروحوا وما يعطلوش الشغل متاع المعتمدية في وسط المعتمدية لكن في البهو متاعها وكل شيء باش يلفتوا نظر، إلى أن تولي توا خرجت الأمور على السيطرة في رأيي. والمعلومات اللي عندي هو كون الاحتجاجات ولت في الليل. نعم. ولت معناها كر وفر بين الأمن وبين، لا نعتقدش كونهم يتبعوا اعتصام هرمنا أولاد صغار من 16 إلى 14 سنة إلى ما أقل. سامحني لا وبربي وزيد من أسهل مش خاصة من الكنيسة مش ظاهرة طول يجي ثلاثة ليالي التالي عدوا عون أمن ضابط أمن من بن قردان يقول راه اللي جاء واجهه فينا في الليلة والحاجة اللي عنده حاجة يبينها في النهار اللي ما عنده ما يخبي ما هكا ولا لا. ثاني حاجة في الليل ويقول راه الشماريخ اللي يستعملوا فيها بعشا بالملايين، هي شنية من الملايين هذه السلطة اللي جابوها وشكون يشجع فيهم، وثم حاجات أخرى ربما لا تذكر أما تشجيع ووزع عليهم في بعض حاجات مش معقولة بكل. خلينا نأخذ صورة الوضع، خلينا نأخذ صورة الوضع سيد أحمد في المكناسي مباشرة مع سي زهير الخصخوصي الكاتب العام للمكتب المحلي لاتحاد الشغل بالمكناسي، ثم نعود إلى التعليق.
إذن مثل ما ذكرت سيد أحمد وسي إبراهيم، معنا على المباشر سي زهير الخسخوسي الكاتب العام للمكتب المحلي للاتحاد الجهوي للشغل بالمكناسي، ونحب نشوف معاه صورة عن قرب عما يجري في المكناسي منذ أكثر من أسبوع، يعني هذه الاحتجاجات المتواصلة يعني خصوصا بالليل والنهار واشتدت وتيرتها في الأيام الثلاثة الأخيرة. أهلا بك سي زهير. مرحبا ومرحبا بضيوفك سيدي. مرحبا بك على مرحبا بك في برنامج حديث الناس على قناة الإنسان الفضائية. إذا معايا في البلاتو الأستاذ أحمد الخسخوسي عضو مجلس نواب الشعب، وكذلك الأستاذ إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، والأستاذ هشام الحاجي صحفي ومحلل سياسي، وأيضا الدكتور لطفي المراحي رئيس حزب التكتل الشعبي الجمهوري. أنت معنا في المباشر، أعطينا صورة على الأوضاع الآن في المكناسي سي زهير. والله المكناسي منذ 15 يوم أو أكثر تعيش حالة من الغضب، غضب شديد في زمن هذه الحكومة، ومن المفارقات حكومة وفاق نابعة من رحم هذا الشعب، وفي الذكرى السادسة للثورة. من المفروض فهمتني رانا اليوم نفرح بتدشين وبإنجازات تحقق. للأسف الشديد نحن اليوم نجابه فتجابه مطالبنا باستعمال فهمتني مفرط لتدخل الأمني، وهذا غير مبرر ولا يعقل أن تكمم أفواه شباب طالب شغل وطالب كرامة. وجهة المكناسي تفضل سيدي. تفضل تفضل أنت تفضل. وجهة المكناسي لا يخفى على القاسي والداني مساهمتها الكبيرة في المشهد السياسي اللي تعيشه اليوم البلاد، كان من المفروض نشوفه غير ذلك. إذا ثم فهمتني حالة غضب شديدة، مسيرات فهمتني ليلية، لأنه فهمتني باتصالي بالشباب وإحنا كاتحاد محلي رانا فهمتني غير راضين بتوظيف الليل للمسيرات، لأنها فهمتني تدخل فيها فهمتني شبهات ويولي الوضع فهمتني غير مسيطر عليه. ولكن قال لك احنا كثرنا من الاحتجاجات النهارية والحكومة صامتة وفهمتني مش عابئة بينا ومش سمعتنا. نحبوا فهمتني شكل من الأشكال النضالية اللي يكون موجع للدولة حتى تلتفت لمطالبنا وتهتم بينا. سيد أحمد الخسخوسي حاب يتفاعل معك، عضو مجلس نواب الشعب وابن المنطقة، تفضل سيد أحمد. هو بالفعل مثل ما أشرت منها الاحتجاجات هذه طبيعية واحتجاجات معناها مشروعة، وما مش طالبين عيب، مش طالبين مستحيل، كما يقولوا الفرنساويين مش طالبين القمر، معناها مش طالبين المونت با لا لون. هذه الحاجة معناها اللي نحب نأكد عليه هو أنه دعوة ملحة وحارة إلى السلطة بأنها تتحمل مسؤوليتها في توفير ما أمكن منه من مواطن الشغل، ومواطن الشغل هو في الحقيقة مسؤول عليها الحكومات اللي تحدث عليها سيد المساوي قبل. ما كانت هي كانت 500,000 حسب الإحصائيات الرسمية. بعد يحكي لنا سي الوزير رئيس الحكومة السابق سي الحبيب الصيد يقول راهو وصلت 632,000. كيفاش وصلت؟ وصلت هذه بالتسميات الحزبية بالتسميات متاع الموالات، الوين ولا الحجم يسموه هما الحجم متاع الأجور، معناه يزعج الداخل ويزعج الخارج ويخلي ربما المؤسسات البرانية معناها تتردد في أنها تساند تونس وتخليها باش تجتازها المحنة هذه. والحاجة الأخرى معناها الحكومة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعد إيش يعملوا؟ مثلا نذكر فك الحوار الوطني متاع الرباعي وقتها، معناها باش نخرجوا من حكومة الترويكا إلى حكومة أخرى. من بين النقاط المتفقين عليه شنو هو؟ إعادة النظر في التسميات الحزبية والفئوية وما إلى ذلك، شكلت حتى لجنة وتشكلت لجنة وبعد ما ثم حتى شيء. كيفاش شنو الموضوع؟ معناها عندنا مشاكل قائمة من قبل ونزيدوا عليها مشاكل أخرى متاع سوء تسيير وسوء تدبير، وخاطر
تو الإحصائيات المعروفة تو المغرب اللي أكثر منا تقريبا 4 مرات وربما أكثر، معناها الوظيفة العمومية فيها 400,000. من هذا تشخيص بركر وبدون ما نعطي موقف. ألمانيا اللي هي قدنا تقريبا 8 أو 10 مرات فيها أقل من 400,000. نحن على حسب السيد الحبيب السيد قال 632,000 والأخ المساوي يتحدث كذلك يتحدث. لا لا معناه ش نحب نبين، نحب نبين اللي هما مسؤولين على هذه الأمور مش مسؤول عليها حد أخ. كذلك موضوع الفوسفات متاع المكناسي ما يتطلبش حاجة كبيرة، معناها 80% من الأراضي اقتنوه، معناها كاد 20% مهما كان. ولا بد بالحوار وبالتفاعل بين الطرفين بين المجتمع وبين الأهالي وبين السلطة باش نوصل إلى حل، مش نعجزنا أما نخلو هكاك. وحتى كيف يمشي وفد وزاري معناه يقول هاني سمعت هاني تكلمت هاني سجلت هاني منبلغ كل مين، كيفاش تو إنسان وفد وزاري يمشي باش يسمع؟ هانو الوالي يسمع، هانا نحن نسمع، هاي الناس كلها تسمع ونتنجم تبلغ يسمع، والإعلام يسمع، والسلطات الجهوية مش قائمة بواجبها تبعث حتى هي وتعلم بكل كبيرة وصغيرة. نعم. معناها المسهلة في التردد متاع السلطة وراه ما استنى سامحني اللي هو يتولى سلطة وهو متردد ما يستحقش باش يكون في السلطة. نعم. وما يستحقش باش يحكم، وكما يقال معناها اللي ما يستحقش باش يحكم المتردد والأيدة المرتعشة وما غير مرتعشة راهو ما يجيش، راهو أمامكم مستقبل متاع بلاد، راهو أمامكم مصير متاع بلاد، بيدكم انتوما مش بيد المجتمع هذا المهمش والولاد الصغار اللي يرموا في الحجر وإلى آخره. هذه مسائل ثانوية، مسائل ثانوية معناها كما يقال لو ديترمينان الحاجة المحددة في دي السلطة، مش الحاجة المحددة في ذاك الصبي هذاك اللي يجوه ربما يغروه غيره كذا يبدي حادث الحجر. خليه أيضا يتفاعل معك سي زهير سي إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. يعني صحيح سي إبراهيم معناها كما ذكرنا في البداية أنت تتابع يعني انطلاقا من أنك ابن القصرين يعني وابن من أبناء الجنوب اللي يعيش هذه الاحتجاجات والصعوبات، يعني كيف تقيم أنت هذه ما كان يذكره، يعني كيف تتفاعل مع ما كان يذكره الزهير الخصوصي؟ والله شوف اللي ذكر سي زهير هو منطقي جدا على أساس شنو شوف زلت معنا سي زهير ما معقول نسمع أي على أساس اللا متغير وقت نشوفه نحن المشهد كما هو ونشوفوا أكل المعادلة اللي يحكوا عليها كان في تونس هي معادلة الرجل المناسب في المكان المناسب تبدت المعادلة هذيك ماش متروح رجل مناسب ثم الرجل مناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. نعم اللي ينقصنا احنا اللي ينقصنا الوقت المناسب وقت تحط فيه انت الخيارات وقت تجي انت تبيع مجموعه نتاع اوهام مثلا في المكناسي ولا في سيدي بوزيد بصفه عامه ولا قاسرين وكل لابد باش يكون ثم اكل القرار اللي يجرح القرار اللي يخلي تداعياته ايجابيه. ممكن نشوف راهو في الامراض بعد شر وقت يوصل الطبيب ياخذ القرار في قطع العضو. هو ليش هو المحافظ على سلامة بقية العضو. نحن المحافظة على الوطن هذه مسؤولية جماعية وهذه رسالة مضمونة الوصول حتى لسي زهير ومن خلاله هو الاتحاد عام تونس الشغل كرائد في المجتمع المدني باش يأطر التحركات خاطر لا سبيل يعني باش نخلو لهم يعني التبرير باش يكون ثم قمع ممنهج للأصوات المنادية بضرورة التنمية وقت نخلو يعني التوحر الاحتجاجات هذه تكون في الليل ويدخلوا فيها مجموعة من الصبية معناها يجب يقضوا على المستقبل بتاعهم ونجم يجي في يعني في من تصورش أنا لا. لا هذا اللي يجب نأخذ ونحن فيه كمجتمع مدني القرار في تأطير التحركات هذه بشكل كبير برش ونسيطر عليها. لا يمكن باش تخرج التحركات من التأطير متاعنا. اثنين انه ثم يعني شوفوا حتى في علم المطالبة وفي علم يعني كيفية الوصول إلى الهدف لابد بشكون ثم مجموعة متاع أهداف كبيرة. نعم. سقف مطالبة كبير. نعم. وما نحلمش بشكون سقف ذاك، سقف ذاك ممكن نوصله بعد 20 سنة لكن أعطيني الضروريات هنا نجم نكون يعني ملحة باش نجم تفعل كما قال السي أحمد يعني ثم مشروع متاع فوسفات المكناسي معناها جاهز 80% يا أخي ابدأ ب 80% أنت
يعني احنا حتى في الاحزاب السياسيه والمناظره وقعت صحيح والنتائج خرجت حتى في والطعون وقعت في العمل القائمه النهائيه صحيح تقريباً. حتى في العمل الجمعيات والعمل الحزبي وقول نبدا نشتغل بالامكانيات المتاحه المتوفره ونصلح في نفس الوقت. ابدا انت بالامكانيات المتاحه هذه باش ننفعوك بالشغل 1000 سيدي شغل 500 واضح ابراهيم واضح. سي زهير عندك رسالتك الاخيره الى 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 الحكومه والى الى السلطه الجهويه بشكل عام يعني قبل ما نختم معاك. بارك الله فيك. انا ما انصح به الحكومه هو التعقل ومواجهه مطالب الجهه بتدخل صادق مش هو بالمعالجات الامنيه. وراهو المكناسي في جهه المكناسي بالتحديد تونس عزيز عليها ياسر ولولا حبنا لتونس ما راهو كان المشهد غير ذلك في البلاد. ونحن صبرنا ومن نصبر ولكن للصبر حدود كما يقولوا. نعم المطلوب منها المطلوب اليوم هو فهمتني معناها مواجهة هذا الواقع ومواجهة مطالب الشباب بصدق مش بتسويف وبمماطلة وبهاني سمعتكم وهاني فهمتني هذا لنا ملينا منه الكلام هذايا. والمطالب المكناسي ما هيش عصية على الدولة وما هيش عزيزة على أهالي المكناسي. يخي 20% في أرض الزوارع باش تخسر عليها 2 مليارات هاي تصرف فيها الدولة كما قلت ونعاود ديما على الكرة وعلى اللعب في دور الثقافة وغيره. ولو أنا ما عنديش مشكلة مع هذا لكن فهمتني الثقافة أيضا ضرورية أيضا الثقافة أيضا ضرورية ما عنديش أما باش نشري السلم الاجتماعية في تونس واستقرارها فهمتني هذا مش هاي. المنجم هو أساس فهمتني معناها الفتح و يعني باش يحل مشاكل الجهة لأنه باش أول حاجة رسالة اطمئنان لأهالينا. اثنين باش يفكك برشا عقد. ثلاثة باش فهمتني يولي يقبل اللي هو في الحظيرة رايح الدولة فهمتني يولي على حساب الفصفات مش على حساب المجموعة الوطنية اللي يأخذوا فيها من وزارة التنمية. وفهمتني تحل مشاريع أخرى فهمتني في القطاع الخاص وفي المواطنين وهكا البلاد فهمتني تغير مشهدها. أما بالصمت هذايا وبالمواجهة الأمنية راهو قاعدين يصبوا في الزيت على النار ومش باش يحلوا المشكله هذه. كلمه اخيره شكرا زهير. كلمه اخيره مع انت احمد ونواصل بقيه الفقرات باش ما نكونوش معناها ناس طلاب نقد بركه وننقد وسهل النقد يحبوا حلول بينا وحلول. المساله بسيطه جدا معناها المسؤول مثل ما اقول دائما في معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي اسم مفعول معناه يسال يسالوه الناس. انت مسؤول انت مطالب مش مسؤولية كما يقال قبل معناها تشريف لا تكليف. أنت مكلف بحاجات مكلف باش تحل المشاكل هذه. إيش تتطلب هي تتطلب أشار لها الأخ زهير توا كلمة صدق صدق مع أنفسكم أيها السلطة وكذلك مع المواطنين خاطر الدولة هي هذه. ولما تتطلب حاجة أخرى كذلك الإحساس بالانتماء لهذا البلد مش فلان الفلاني خليني نمثل بروحي معنا أحمد الخصخوصي ما يراعي إلا نسميه هنا إدامة الأجرة وإطالة المدة. نعم. ماذا بي يشد بقيعته خلوني ما سماش نشد 10 شهور خير من نشد شهرين وهكاك هذه راهي ما تنفعش. واضح سيد أحمد. الانتماء معناها الوطنية الوطنية مش كلمة فارغة الكلمة الوطنية هي أنك تنتمي إلى وطن وأنت مسؤول على مستقبله وعلى مصيره. واضح سيد أحمد. شكرا سي زهير الخصخوصي. إن شاء الله لباس إن شاء الله المكناسي تتحقق لها طلبات شبابها ويعود لها الأمن والاستقرار ويلعب شبابها بالمطامح المشروعة متاعه في الحقيقة. شكرا على المساهمة وإن شاء الله يعني نسمعوا كل خير في قابل الأيام. مشاهدينا الكرام نخرج فاصل ثم نعود إلى بقية فقرات الحصة. مشاهدينا الكرام عدنا لكم مع فقرات هذه الحصة الجديدة من برنامج حديث الناس. وأذكر بأن ضيفي في هذه الحصة هو الأستاذ إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. سي إبراهيم يعطينا فكرة على الجمعية ذي والدور اللي تقوم به يعني وعلاقتها مع السلطة ومع الجمعيات الأخرى يعني. مع شكر. هو في حقيقة الأمر الجمعية كم يعني من الجمعيات اللي جات من بعد الثورة مباشرة
اللي حاولت أن تستهدف معناها إيجاد حراك اجتماعي وسياسي مناهض لظاهرة الفساد. تعرف سيادتك اللي مسألة الفساد واللي هي تقريبا من الأولويات ولا من المحافظات اللي قامت عليها الثورة في تونس، سقطت دولة الفساد صحيح، لكن ورثنا مظاهر ونظام متاع فساد اللي هو خلى سؤال مطروح، يعني هو الدولة ولا هو أقوى من الدولة أمام تزايد نسبة الفساد بشكل كبير برشا، وهذا باعتراف وأرقام تاع منظمات دولية وليس فقط تقريبا الخطاب السياسي المناهض للفساد شفناه تقريبا في خطاب نوع ما ضعيف في بيان الانتخابي بتاع حكومة صحة تعبير بتاع حكومة الصيد وقتها في الآخر بكل في البيان بتاعه أهداف مكافحة الفساد. نشوفوا سيوسف الشاهد أحكى تقريبا جمل الخمسة أولويات نتاع مكافحة الفساد، لكن نحن في الجمعية خدمنا على مظاهر وعدم وجود الرغبة السياسية الفعلية في مكافحة الفساد، لأنه ثم فرق ما بين الخطاب السياسي وما بين كيفية تطبيق الخطاب هذا، لأن الخطاب شفناه في واد والواقع في واد ثاني. نعم. وقت تحدثنا على بعض الأرقام مثلا نعطيك الأهم اللي اشتغلت عليه الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، اشتغلنا على الإدارة التونسية. الإدارة التونسية نعتبرها هي العمود الفقري متاع الاقتصاد الوطني، ولا يختلف تقريبا اثنان فإن الاقتصاد التونسي موش على شفا الانهيار، بل في بدأ في الانهيار أمام كثرة القروض وتقاعس للأسف المواطن عن أداء العمل متاعه. تقريبا وقت كانت دراسة صادمة واخر 2013 شفنا اللي معدل العمل والإنتاج الفعلي متاع الموظف التونسي لا يتجاوز 3 دقائق في اليوم، وقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن والحمد لله إن أهم الدراسات فيما بعد فهمت أكدت أنه ثم تقاعس كبير برشا في مردودية الموظف في المرفق العمومي، بشهادة حتى المتعاملين وطالب الخدمة وهم المواطنين. كلمة سحرية أرجع غدوة ومش موجود، وترجعوا الفلاشية أرجع الغدوة الصباح، يعني كثرة الوثائق وغير ذلك. السيارات الإدارية يعني اللي تستهلك، نحن نتحدث على 84,000 سيارة إدارية تقريبا بمعدل كل 7 موظفين عندهم سيارة، وهو عدد كبير برشا. نحن في تونس الأوائل في 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 المجال هذا، اللي خلي انه تقريبا كلفة حسبنا كلفة الدنيا نحن في التأمين في الصيانة غير كل، صدقنا حسبنا تقريبا ربع التكلفة، وجدنا 760 مليار سنويا معناها يقع صرفها على اسطول السيارات الإدارية، منها 30% من يعني الدعم في مجال البترول في مجال البنزين يمشي للسيارات الإدارية. يعني أنا كمواطن مانيش مستفيد مباشرة بالدعم في مسألة يمشي للسيارات الإدارية. أخيرا معناها دينا نحكو أرقام مفزعة، شفت أرقام مفزعة، ويعني من الأول يخضوها بنوع من الدفع لا ما هوش صحيح، ولكن بعد وهذا حكى عليه حتى عبيد البريكي وغيره كل حكوا على الحقائق هذه، تو برك بدو يحكوا عليها، يحكوا على انه الموظف ماهوش يقوم بالواجب بتاعه، انه السيارات الاداريه ثم برشا مصروف زايد تنجم تقول يستنزف الخزينه العامه للبلاد التونسيه في اشياء معناها ما انزل الله بها من سلطان. الجمعيه التونسيه لمكافحه الفساد تو تخدم على مساله تهم السلم الاجتماعي وتاسس للحراك هذا نشوفوا فيه، فهمتي راه وقت نشوفوا شباب يعاود يخرج من جديد ويطالب بالثوره من جديد لا لشيء، لانه الحلقه المفقوده في مجال انه تخلي نحس بان حققت حاجه في الثوره هو انعدام المحاسبه في تونس، ان عدمت المحاسبه بشكل كبير برشا نشوفوها من خلال الأحكام اللي صدرت تخص شهداء وجرحى الثورة اللي كانت محبطة بشكل كبير برشا. الاثنين اللي المسؤولين ورموز التجمع اللي صارت عليهم الثورة فهمني نجدهم تو هم يترأسوا والمشهد السياسي والمشهد الإعلامي. يعني هذا اللي خلى الشباب ما عندوش ثقة كبيرة برش، بل إن عدمت ثقته في الخطاب السياسي بالنسبة خاصة نقوله نحن نحكم بين قوسين موقفين للأحزاب الكبرى نداء تونس اللي هو التجمع رجع من خلال
ابدال يعني الاسم تاعه فقط وحزب النهضة. المسألة اللي خلي المسؤول في تونس لم تعد لديه المصداقية في إقناعي وإقناع الشباب بأنه قادر على الفعل، هو مجرد تسويق لخطابات يعني شعبوية لا غير، ما تنجمش توصل لأنه تحقق اللي نصبوا ليه في مكافحة الفساد. ثم تظاهر من طرف الدولة في مكافحة الفساد، علاش أقولك تظاهر؟ لأنه سؤاله هذا زير كيف كيف رسالة مضمونة الوصول لمجلس النواب من خلال سي أحمد الخصخوصي، لماذا بعد أكثر من سنتين حوالي سنتين من صدور الدستور في التونسي ولا نرى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي هي بمرسوم 120 كهيئة وقتية تؤسس كهيئة دستورية؟ أربع هيئات دستورية وقع تأسيسها مع هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، لأن هناك ثم نية مبيتة في عدم تفعيل الهيئة دي باش ما تكونش عندها صلاحيات أن تنجم تعرف من بين الصلاحيات الموجودة في مشروع الهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد هي أن تقتحم المقرات على الوزارات وتحجز الوثائق. يقول لك أنا أعطيه صلاحية ضابط عدلية، وما أدرك ما ضابط العدلية باش غدو يدخلني الحبس، وبالتالي خلاها دار لقمان على حالها. يعني الآليات نتاع مكافحة الفساد اللي جابت بها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد اللي أهمها هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ما عدناش بعد عامين. اثنين، القوانين نجم تشتغل بها الهيئة هذه أهمها، اصدر صحيح قانون حق نفاذ المعلومة، لكن حبر على ورق يصدر عندك انت قانون ونمشي أنا الوزارة فلانية وكل حاجتي بالوثائق حول مثلا الطريقة السريعة فلانية وكذاش، علاش الطريقة هذه تصرف فيها كذا وكذا مليارده، ومن بعد مطرة الأخرانية وجدناها طاحت وجسور طاحت وانهارت وهذا موجود في هريان وموجود في العالم، ما نجمش نخذها. علاش؟ يقول لي ما عنديش مذكرة توجيهية في كيف نعطيك كيفية تطبيق المرسوم 41 الخاص بالحصول على المعلومة. يعني كأنه لم يكن الإثراء الغير مشروع، وما أدراك ما القانون هذا. يعني قلت لهم أنا قسمت، قلت لهم لن يرى النور. تعرف علاش نستعمل لن يرى النور؟ لأن الأحزاب الكبرى هذه اللي هي شكون وراها رجال الأعمال، كلها رجال أعمال الأكثرية فاسدين، وأقولوا على مسؤوليتي شخصية، فهمني؟ يعني هو يمولك، أنت طامع اليوم باش يمولك وغدوة باش تسالوا حول مصدر الثروة نتاعو. في تونس 600 تقريبا 640 مليونير وأكثر من 70 ملياردير، عدد ضخم في ظرف 5 سنوات تضخم بشكل كبير برشا، وبالتالي القانون هذا لن يرى النور. أيضا قانون حماية المبلغين، فهمني؟ اللي هو قانون من 2011 ونحن نجي وراه، هاو مشروع هاو باش يتعدى. كل حكومة تقول لك راه باش يتعدى، كل حكومة من عهد ترويكا عبد الرحمن لدغم وهما يحكوا، كل حكومة تقول لك اليوم يتعدى وما تعداش، لأنه باش يخلوه يعني العصا اللي يضربوا بها كل موظف يبلغ على الفساد يوجد روحه. أكثر من 1000 موظف تو حاليا يعني ولوا منهم شكون يعني زبون للطب النفسي، انهار نفسانيا، فهمني؟ ثم تو معاش والعصاب تاع البوليس والغير كله يخسر عليه، كما صار الحسيبة حقي يخسر عليه تقرير نتاع مستشفى الرازي يقول ابراهيم يساوي يعني اي غدو ينجم يعملوها، ينجم يعملوها، يقول لك هذا يخسر عليه طب شرعي اللي الملف نتاعو ما تحلش لحد الساعة، يخسر عليه تقرير طب شرعي، طب يقول لك مختل المدارك العقلية، ويوجد روحه في الشارع ويحطموا له المستقبل نتاعو، لأنه نظام والمنظومة بتاع الفساد ولوبيات الفساد رجعت أكثر قوة من ذي قبل، لأن نحن ما حاسبناهمش. شكرا شكرا سي إبراهيم، شكرا سيد أحمد، الوقت حسرنا برشا، اسمحوا لي مازالوا عنا ثلاثة فقرات أخرين. شكرا سي إبراهيم على حضورك معنا، ونعمل نعمل أن نستقبلك في حلقات وحصص أخرى من هذا البرنامج. نخرج فاصل ثم نعود إلى مواصلة الحوار مع ضيوف الحصة. خليني ناخذ رأي الزميل هشام الحاجي، محلل سياسي وإعلامي. يعني سي هشام، كما ذكر سيد أحمد وذكر سيد إبراهيم، يعني الآن هناك عودة عدم الثقة في عمل الحكومة، ربما هي الدافع وراء هذه الاحتجاجات، أنت كيف ترى الصورة؟ فعلا كما تفضلت سي محمود، هناك مسألة عدم الثقة تطرح بقوة الآن. خطاب الحكومة فقد المصداقية لجملة من الأسباب، أولها أنه مبالغة في الوعود وتقريبا لا وجود لأي إنجاز،
مسألة أخرى، الحكومة تتصرف لكأنها إطفائي حرق كل ما سمعت بأزمة واحتجاج، تهرع إلى المكان ثم فيما بعد لا نرى متابعة. وهناك كذلك تقصير من الأحزاب فيما يتعلق بتأطير المواطنين. هناك حلقات مفقودة في علاقة المواطن التونسي اليوم بالدولة وبالأحزاب، وهذا تنجرعنا بالطبع ردود فعل لا يمكن إلا أن يتفهمها الإنسان، لأنه المشكل ليس في صبر المواطن على وضعيته، لكن المشكل أنه اليوم لا نرى أفقا. هو حتى زيارة رئيس الجمهورية لم تسلم من الاحتجاجات إلى قفصة. أكيد هو أولا رئيس الجمهورية أعتقد أنه هو تجاوز حتى لصلاحياته الدستورية أولا، ثم ناحية أخرى أعتقد أنه حفت بهذه الزيارة الكثير من الممارسات سابقتها التي جعلتها تذكرنا بالزيارات السابقة، وبناء عليه فقدت الكثير من عفويتها ودخلت بالتالي في منطق آخر، منطق استعراضي، وهذا ما أدى إلى هذا الاحتجاج. ثم نعود في قفصة أو غيرها لا وجود لصلة بين المواطن والدولة الآن، وهذا مشكل. الأحزاب لا تلعب هذا الدور بشكل كافي، المجتمع المدني هناك أشياء تناقش، لكن حاليا هذه المشكلة المواطن متروك لنفسه ولذاته، فبالتالي تكون ردود فعله أحيانا بهذا الشكل. كنت تسمح لي بالله من تصفتك رجل الإعلام، بصفتك رجل الأعمال، ما تراش الإعلام حتى هو عنده مسؤولية؟ الله يبارك، السلطة عندها مسؤولية، الأحزاب عندها مسؤولية، الإعلام أكيد، الإعلام معناها الحاجات اللي يعمل فيها والتأثير اللي عنده على الناس، معناها ينجم بالمانيبولاسيون بالتلاعب هذا بالعقول يكون إنسان ماشي البنزرت يلقى روحه ماشي القفص، وهو ما يحبش يمشي القفص، يحب يمشي البنزرت. ما هو هذا أي، وخاصة القنوات تأثيرها بالصورة وبالصوت وبك المغريات وبالتحريض وبالتحريض وكذا، يعني وهو تفسير راو الأمر هذا كذلك، سمحني التفسير، وهو ضعف الدولة، ضعف الإدارة، هو اللي خلى كل واحد ينهش من شيرته، ضعف عمل القانون وتطبيق القانون، وضعف وكل واحد يخدم لصالحه. معناها لا ترى دولة بالمعنى المفهوم الكبير اللي فيها طرفين المجتمع والسلطة، إنما ترى هذايا للفئة متاعه، وهذايا للكوربوراسيون متاعه، وهذايا للجهة متاعه، معناها ضاعت الدولة. وحتى الحكومة عملت هكا، حكومة سي يوسف شاهد عملت حاجة ميزانية، ما القانون المالي في اتجاه معين، لكل حال فيه بعض حاجات على كل حال حسب ما يعرفوا الخبراء، أنا أقل منهم معرفة، ولكن تحت المطالب وتحت الضغوط وتحت الإضرابات ولو تخلوا على كل شيء، هذا الرضي العباد ونتعدى وكذا. وهذه طبيعة الحال ليس من شأنها أن تفتح طريقا أكيد للنجاة. هو نحن في منطق الغورة، خلاص أي غورة، ولا في منطق الغورة، يعني كل قطاع أو كل جهة أو كل شخص يحدد مسير، هو في الشوير يعني يسموه غورة، الغورة كي تبدأ، سمح لك تبدأ بيجوراتيف، معناها غورة خايبة، قطعت الغورة فيها هذا هو فيها يقولوا مدغبر، معناها غير هيك عشاكل، هذا هو هذا اللي قاعد يصير للاسف اليوم، هذه مشكلة كبيرة. نعم سي هشام، كنت تستمع معنا إلى ما كان يقوله سي زهير الخسخوسي الكاتب العام للمكتب المحلي لاتحاد الشغل بالمكناسي، يعني الاحتجاجات الآن تقريبا في أغلب المناطق، في المكناسي، في بوزيام، في الرقاب، في القصرين، في بنقردان، في قفصة. يعني قراءتك أنت كرجل سياسة وكرجل إعلام لعودة الاحتجاجات تقريبا بنفس الشعارات بنفس القوة، والغريب أنها انطلقت من نفس المناطق اللي انطلقت منها قبل 6 سنوات. يعني هناك جانب، هناك جانب تواشر له سي أحمد، وبما يحكي على الإعلام سي أحمد، هناك جانب التهيئة النفسية أنشأنا نحن قبل ما نحكيه على الاحتجاجات، واللي أنا نعتبر معناها لابد من أخذها ما أخذ الجد والتعامل معها كرسالة من المجتمع. أولا وقاع التحذير أو قاع الإعداد، الناس كل تقول راو جانفي باش يكون متميز اجتماعي، هذا لك وساخن، هذا لك أنه شكل من أشكال إعداد الناس باش تتحرك. هو حتى الرئيس السابق قال انتظروا أحداث كبيرة بالمعنى هذا الحقيقي، والحكومة ولات لكأني تحسب أي وقتاش يخرج جانفي باش يقولوا انتهت، لكأنه انتهت فترة الاحتجاجات. لكن في المقابل اليوم كي نشوف، فما أنا في تقديري الشباب العاطل والشباب اللي في حقه في التنمية والجهات اللي عانات من المال توا الماوي مختل من حقها اليوم باش تتساءل وباش تطالب بحقها. الاحتجاجات طالما بقيت في مجال سلمي مقبولة، لكن السؤال ماذا بعد الاحتجاجات؟ اليوم سواء الأحزاب سواء الحكومة سواء دورنا الكل بعد الاحتجاجات قادرين باش نعطيه للعديد من الجهات. اليوم عندنا مشكل أنه مطلبية مرتفعة و محد إمكانيات بشرية ومادية وذهنية محدودة للغاية،
مفارقة وتعارض كبير قد يخلق إشكالية في المستقبل. نعم سي هشام، يعني إلى جانب الاحتجاجات سيد أحمد طبعا والحديث للجماعة لكل كل الضيوف، يعني الأسبوع هذا الحقيقة ولايات الشمال الغربي عاشت على وقع نزول كميات كبيرة من الثلوج، وأنا نحب نوريكم صورة سنعلق عليها، هي صورة يعني عون حرس وطني أصيل منطقة حيدرة يحمل على ظهره عجوز تقطعت بها السبل نتيجة يعني نزول الثلوج بكميات كبيرة وقطع الطريق. نحبكم تعلقوا لي على هالصورة هذه، يعني احنا نتحدث والزملاء باش يوروها على الشاشة الصورة هذه، وانا اعتبرها الحقيقة صورة الموسم، يعني الصورة هذه نبدأ معك سي هشام. عون حرس من منطقة ريفية، معناها مش معناها بقيت من المناطق الاخرى العوار من المناطق الاخرى ما يهزوش، لا يعني عون حرس من منطقة ريفية يحمل على ظهره عجوز مسنة يقطع بها الطريق، يعني انا الحقيقة انا راها في الصورة الامن الجمهوري والامن الشعبي. نعم. يتجسد في صورة كما هكا، صورة مؤثرة اعتقد اللي تواصل كل تفاعل الفيسبوك بشكل قوي وتواصل كل تفاعله معها. حقيقة مثل هذه الصور هي اللي اليوم في حاجة لها. نعم. لأنه نحن اليوم في حاجة إلى هذه تدفع تدحض الدعوة إلى تقسيم الشعب التونسي. أكيد الشعب التونسي موحد. وهذه قوته ربما، وأكيد أنه هذه دعوة ستفشل وإن كان، معناها ديما يلزمنا نفكروا في مشروع مشترك باش نقوموا به مع بعض. لكن الشعب التونسي شعب معناها متجانس على جميع المستويات، وصعب جدا أنه يقع اختراقه أو التشكيك في تجانسه وفي ترابطه. حتى نشوفوا محاولات التفريق الجهوي أو المناطقي أو كلها تفشل قدام وحدة الشعب التونسي. سيدي نحب نسمع تعليقك على الصورة دي، على بعد شوية مش يكون معنا سي فيصل التبيني عضو مجلس نواب الشعب. هذه صورة نعم واقعية، نعم وتعكس الحقيقة. والحرس هذا ما بارك الله فيه مش اغتنم فرصة ولا افتعلها ولا جت أمور طبيعية، هو حمل على ظهره حمل على ظهره يعني بطبيعة الحال. واعتقد أن صورة رمزية في نفس الوقت اللي تدل على مدى الأعباء الملقاة على الأمن الوطني وعلى الجيش وعلى الأمنيين الشرطة وعلى الحرس. والحرس راه عنده تاريخ معروف. الحرس هو على حسب ما أكدوا لي الحرس أنفسهم في أعلى مستوى كونه هو سابق ربما حتى الجيش الوطني. علاش؟ خاطر الحرس هما انتدبوهم من المقاومين اللي هو النواة متاع الجيش الوطني، انتدبوهم من المقاومين وطب اللي يقرأ منهم ويكتبوا كذا ولا حرس وكونوهم طبيعة الحال. الاستقلال وقع في 20 مارس 56. في أواخر مارس كان صدقني ربي بارس فيه 30 ولا 31. نعم. آخر مارس المهم خطب فيهم أول وزير الداخلية اللي هو سي طيب المهيري الله يرحمه. قال لهم راهو الفرنسيس ماشين ورام ماشي يهزوا معاهم الأدوات متاعه، مش يهزوا معاهم الخبرات متاعه، راهو ما عندكم حتى حد اللي ماشي يكونكم وماشي يوريكم السبيل، عندكم حاجتين. الحاجة الأولى هو محبة الوطن، محبة تونس. والحاجة الثانية هي صداقة المواطن. راكم تنجحوا، وفعلا الحرس نسجوا منذ ذلك الوقت على هذا المنوال وهم محبوبين، هي خاصة في الريف، هم اللي يتعاملوا مع الريف يحبوهم العباد بشكل طبيعي لأنهم يتصرفوا من هاك المبدئين هذوك. وهذه بطبيعة الحال مش على كاهلهم بركها المرأة هذه المسنة وكذا، أنا على كاهلهم أعباء كثيرة من بينها الأمل، ولذلك هما تعرضوا ما نقولش الخسارة لكن للتضحيات، تضحيات في الأرواح وفي غير الأرواح، وتصدوا لها بكل شجاعة. وهما من بين إذا كان صح العمود الفقري اللي تتماسك به الدولة اللي هي الأمن والجيش والحرس والإدارة كذلك، وقت تصلح أمورها كذلك. حتى الإدارة راهي هي ما نسبوهاش، نحاول نطورها لأن الإدارة هي اللي حفظت الدولة وقت للدولة وقت أنا عندي أرقام سقطة. أنا عندي أرقام وش كنا معنا بعد سي فيصل التبيني مباشرة من المناطق الحدودية في الشمال الغربي. ولكن أولا نحب نتوجه بالشكر إلى كل قواتنا المسلحة يعني وإلى أعوان إلى رجالات جيشنا الوطني. سمحني بالعبارة وقت اللي يقولوا صلي على النبي يقولوا ألف ولا يزيه، حتى نحن ألف شكر وما يكفيش للأمن والجيش نتوجه بخالص عبارات الشكر إلى رجال الحماية المدنية، إلى رجال الجيش الوطني،
كل إطارات الجيش الوطني إلى رجال الحرس الوطني. الحقيقة قبلوا البلاء الحسن إلى إطارات الصحة أيضا. أنا عندي أرقام باش يعني بإيجاز عندي أنه تم انتشال حسب مصدر رسمي من الحرس الوطني 500 سيارة عالقة في الثلوج هذا في اليومين الأخيرين، يعني 1020 مواطن تم إيواءهم في 7 مراكز إيواء في ولاية الشمال مثل عين دراهم ومركز التخييم والاصطياف في وادي مليز وقاعة الرياضة ودار الشباب بنفس المنطقة. أيضا المواطنين فتحوا منازلهم لإيواء إخوانهم اللي جاءوا من جهات أخرى. وأنا عندي حالة أنه يعني هناك حافلة متاع من سيدي بوزيد فيها 45 تلميذ يعني جاءوا في رحلة إلى بشوف الثلوج في الشمال، وأنه يعني بقات عالقة لمدة يومين في على الثلوج، ولكن تحرك أبناء الشمال الغربي وقاموا بالواجب معها الشبان هذولا. كذلك تم إنقاذ جمعية رياضية كانت قادمة من الجزائر وهي جمعية الصاغر الأمل الرياضي بجربة يعني، وتم إيواء عناصر الجمعية هذه وحمايتهم من الثلوج. كذلك وهذا مهم أيضا يعني حالة تم إنقاذ رضيعة عمرها أقل من سنة يعني كانت مع ولدها وامها في السيارة، ولكن السيارة تعطلت نتيجة الثلوج والبنية يعني أو الرضيعة الحالة متاعها كانت صعبة جدا من البرد، فتم توجيه نداءات استغاثة وتمت الاستجابة للنداءات هذه وتم إنقاذ البنية هذه في آخر لحظة. ربما كانت باش تموت كما ماتت البنية الأخرى يعني نتيجة البرد، فتم إنقاذها من كذلك يعني عملية مخاض من الحالات هذه. امرأة جاءها المخاض في هاليومين هذولا وكانت في حال يعني نزول الثلوج، ومع ذلك وقت وجهت نداء استغاثة يعني جاوها رجال الحماية المدنية ونقلوها إلى المستشفى وقامت بالولادة متاعها في ظروف طيبة. نقول سي هشام شنو تعليقك أنت على الأرقام هذه؟ والله أرقام تكشف أولا حجم المجهود اللي قاموا به الحرس بالدرجة الأولى، تكشف كذلك فما مسائل تكشف على تضامن بين التوانسة وهذا مهم، وتكشف كذلك أنه ثم مناطق اللي كان المفروض تكون وضعيتها التنموية والاقتصادية خير من الوضع الحالي. كي نحكيه على منطقة عين دراهم وتبرقة فيها من الإمكانيات البشرية والطبيعية ما من شأنه أنه يجعلها في منأى على الكثير من السلبيات، معزولة، أوضاع اجتماعية الكثير من السكان صعيبة، ثم بطالة، ثم برشا مشاكل. المفروض أنه عين دراهم وتبرقة وكل الشمال الغربي قادر بما له من إمكانيات ومن خلال كذلك الجوار مع الأشقاء في الجزائر اللي حيوم بالمناسبة أنه يكون قطب تنموي حقيقي، وبالتالي نتجاوز الكثير من السلبيات اللي ما لازمناش ننساوها كذلك. نعم تحبش تفضل. أنا حاجة معناها مثل ما نتوجه بالشكر إلى الحرس وإلى أجهزة الدولة اللي قاموا بمجهود معتبر مثل ما أشار الأخ الحاجي، عنا زوج سبل خاصة في الفترات الصعيبة يمنعونا، اللي هي تمتين اللحمة الوطنية، تمتين اللحمة الوطنية، وكما قال الأخ هشام الابتعاد عن الجهويات والفئويات والتقسيم، نحن مع بعضنا وإن شاء الله نوصل. الحاجة الأخرى هي طريق الخلاص نسميه، هو التماسك الاجتماعي، وقد ظهر في المحن هذه في الصعوبات راه يلزمنا نعملوا هذه، معناها نتقاسم التضحيات في هذا الوقت الصعب في انتظار أن نتقاسم ثمرات التنمية فيما يأتي. تحبوش تعيشوا الوضع في الآن مباشرة في الشمال الغربي؟ وهو كذلك. نعم. يعني بعد الفاصل زميلنا التقني سيتصل لنا بسي فيصل التبيني عضو مجلس نواب الشعب، اللي هو الآن هو بيدو عالق، راه هو بيدو عالق في على الحدود. يعني نتصل بالأستاذ فيصل التبيني عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب صوت الفلاحين، ونأخذ منه صورة حقيقية على الواقع في ولاية الشمال الغربي الآن. بعد الفاصل نعود. أه
مثل ما ذكرت معنا الآن على المباشر السيد فيصل التبيني، عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب صوت الفلاحين اللي هو بيدو عالق على الحدود. سي فيصل مرحبا، أهلا وسهلا. وبيك عايشك، وبيك عايشك. احنا نخذوك وانت في التراء، في التراء كما يقال، يعني انت بي... مو انا توش قاعد نعمل، قاعد نشوف بعد ما ضيوف عند راهم روحوا، قاعد تو نطل نشوف العائلات. زاد احنا فرحنا بالضيوف وقمنا بواجبنا، تو بقات عائلاتنا زاد هذا اللي حاجتنا بيه. نعم، عائلاتنا لهنا زاد بقات ملوحه، وفما برشا كرات. تو انا نكلم فيك، هاي برشا كرات مازالت موجوده ملوحه، معناتها راهي ما روحتش، هاي مازالت موجوده على خاطر غمها الثلج. تو انا نخضر كل مره ري كور بنتاع الثلج معناتها، ونجي نطل عليها نلقاها كهرباء، فهمت؟ تو الحمايه قاعده تقوم بواجبها، قاعده تخدم. هذا في الطريقه معناتها تو نتكلم فيك ما بين بابوش وعند راهب. نعم. معناتها فما كهرباء ما زالت موجوده، الحمايه هي قاعده تخدم. ثم عديد العائلات تو عالقه، سلول برشا من المناطق، فهمتني؟ عالقه وزواء، ومعناتها وكل الفقراء اللي نعرفوهم وكل شيء، راهو ظروف اجتماعيه قاسيه جدا. تحسنش الوضع شوية تو مازال الثلج راهو، انا نتكلم فيك تو الثلج موجود اكداس، وان شاء الله ربي يقدر الخير. اما راهو الكلام على اساس اليوم نتكلم فيك 17 جانفي 2017، تو الساعتين و21 دقيقة. نعم. الكلام اللي دار الصباح هو ان مساعدات طلعت للمواطنين اغذية واغطية ماهوش موجود، وما يلزم الاهانات. عند راهم اثبتوا انهم كبار، استقبلوا جميع الضيوف بالامكانيات البسيطه اللي عندهم والضعيفه، ولذا من غير ما نهينوا العباد بحوايج غير موجوده. نعم. سي هشام الحاج المعلق السياسي للحصه يحب يتدخل معك في كلمه، يعني مرحبا. اهلا سي فيصل، والله في كلمه مرحبا. مش اقول انا كي نسمعك، اولا معناها نقول مش معقول الاستهانه بالمواطنين ومشاكلهم، المفروض انه تكون فما هبة اقوى من هكا من الدولة. وحاجة اخرى نقول انه معناها شعبنا سواء في عند راهم عملوا تقريبا في مثل هذا الوقت في بنقردير دائما يثبت انه اقوى من كل التوقعات، ويعطي رسائل قوية ياسر في التضامن وفي الوحدة. ان شاء الله وكلنا نلتقطوها ونفهموها ونخدموا بها. سمعني تو هاي قد نتكلم فيك، الحمايه هاي تتخرج في الكهرباء، معناتها من الكراهب اللي قاعدوا لهنا مشكورين قاعدين يقوموا بواجبها. اللي عملوه هذين في عند راه سيد احمد الخسخوسي. نعم سيد احمد الخسخوسي. سيد احمد الخسخوسي سمعني باش نقول لك كلمه. نعم. معناتها انا عطاو درس في الوحده واللحمه الوطنيه، تلمت من جميع ولايات الجمهوريه وكتب لها، وان تكون الليله هذيك موجوده في عند راهم، وكانت لحمة رائعة. وأنا كنت ندور للصباح، معناتها للصباح معناتها طلع النهارك أو تخلل عن النهار الأخر، فهمتني؟ وليت العباد معارف، كنت راهم بقى وقت البارح سهر ربي وخرجت الكراب والكيران ولا بتزغريت معناتها اللي تخزر في ناس، ولا تبكي على ناس اللي البارح سهرين معاه، معناتها وعانوا لينا مع الناس كل مع بعضهم، لكن الدولة كانت غايبة. نعم. والدولة مازالت غايبة. نعم. الوزراء اللي جوا البارح ما فهمتش علاش جوا، ولكن نهار رئيس الحكومة اللي قالوا جا الجندوبة وما جاش الجندوبة، باش نبدو واضحين، هذا موقف نحب نوصله كنايب على الجهة. شكون جا؟ ثم الضمان الاجتماعي عامل ملتقى لأبناء العائلات المعوزة من تونس الكبرى، من بن عروس وريانة وتونس، هذاك كي جاء هم عاملين مشفى، ملتقى في شكل مشفى في جندوبة والكيف والقصرين. نعم. المشفى اللي موجود في جندوبة توا، وانا دخلت عند راهم توا، هاي الكراهة دي كركرو في معناتها كركرو. انت تنقلنا على المباشر الان، يعني اي تو هاني نكلم فيك على المباشر، معناتها نعم. الكراهة هاي معناتها تسمى كراهة حابسة، وتو يزم ننسى يسروح على الفلق نتاع ساعدنا روحك. هي لا بس ان شاء الله هاكا قاعدين قايمة بواجبة، فما مازالوا مبوسيات ما ينكرش الواحد. معناتها كي جاء سي يوسف الشاهد، جاء بدعوة من الضمان الاجتماعي باش يزور الجماعة الموجودين في جندوبة وفي الكيف وفي القصرين اللي هي الجمعية. هو
كيف مشى اخذ عني زوج مثلا من 8 ل 15 جامتي واحد تتبرقى ولوخه في عين سلطان في غردي ماو فتبرقى اهبطت مشيت طلع عليها متعدى كي خلطت العين سلطان في غردي ماو عرضوه ناس في الطريق قالوا له راهي ثم امراه مشى شافها عمل لك المسرحيه وقت التصوير هذيك هبطها راهو مزار شكل عائلات اللي تو تعامي معناتها من مفروض انت سميتها مسرحيه على كل حال مسرحيه هزليه وتنم عليه مستوى سياسي متدني وعليه الحكومه دي ان ترحل على خاطر تكسب وتخدم بالشعب وما وانا ما ينجم حتى واحد يزيد على وطنيتي نعم ما ينجمش حتى واحد لكن الحاجه نقولها رانا ما نجمش نسكتوا راهو عيب اللي قاعد يصير هذه مش حكومه احزاب هذه حكومه ولايات دون غيرها ارجع من هنا ارجع باهي اسمع المواطن اي الصوت ايش هو المواطن المباشر هاتوا اطراف المواطنين تشكي اطراف هاتوا اي هاو معاك الو مرحبا الو ايه نحن حي الزهور توزن ها ثلاثة ايام مسكر علينا حتى عنا 100 نهار السبت هزينت في النهب عارش لنا واليوم لليوم 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 مسكر الطريق محمود العنيت اخويا يجي يشوفوا لنا حل نعم يعني انا حي عند رامزي يعني الوضع متعلق الحمد لله المهم انتم اسمعني الو نسمع فيك سي فيصل كل شيء في المباشر اي نعم شكرا لك سي فيصل حاجه اخرى ثم نواب ناويين وقاعدين يخدموا بالسياسه ويلعبوا في طرح سياسه ماسط ومعهمش ما يخلطوا في الاخلاقي والانساني بالسياسه طالبين معناتها اللي هم فشلوا في خدمه الولايه انهم المعتمد نتاع فرناها عند راهم يمشي انا يقولوا ما عليهوش اسماع بالعكس النواب هم اللي ما عليهمش اسماع وانا واحد منهم من النواب اللي نعتبر فشل انا من الفاشلين عاد انت ما نعتبر روح من الفاشلين قدام المستوى اللي ريته انا من المعتمد اك غارق في الثلج للركبه معناتها انا بايت للصباح وما عنديش مزيه اما المعتمد في خصوصا في الوليدات نتاع سيدي بوزيد اللي الناس كلها حكيت عليها اللي بعاد 5 كيلومتر الساعتين نتاع الليل هذا الزور معانا انا شخصيا تحيه ليه سيد محمد ووصلنا معايا 5 كيلومتر في الثلج ومن بعد يجي شكون اللي يضرب في النوم في داره في الدفاع في لتها ويكون المعتمد زي ما قام شكون تحيه ليه سيد المعتمد هو وتحيه المعتمد تبركه نعم. اللي جاء وجاب معناتها الغطاء من تبركه ومن بابوش يضرب يجي 7 كيلومتر على رجليه وتقابلنا الناس الكل ما في ساعتين فوق الكاره ما بعدنا معايا في النص اللي هزينا لها جماعه دونك يلزم المزايدات بالسياسه فرقتوا الناس وباش تحبوا اللحمه هذه اللي صارت تحبوا تفروها لا شكرا ليك شكرا ليك سي فيصل شكرا ليك انا كنت تاهد واللي شك في فيصل فينا ذاك حديثه شكرا ليك سي فيصل على مساهمتك معنا في هذه الحصه خذيناك على الطائر خذيناك وانت في قلب الثلج وهذه عينه على وعي المسؤول برسالته تجاه غيره وخصوصا وعي النائب تجاه ناخبيه سيد احمد الخصوصي زميلك يحب يحييك تفضل نحب نحيي سي فيصل بصفته سياسي وصفته رجل ميدان نعم وهو الحقيقة ما يترددش لا في مثل هذه المهمات ولا في غيرها خاصة في الأمور الميدانية والأمور العملية معناه يقوم بمجهوده وهذا معناه أمر مش غريب عليه معناه هو فلاح وابن فلاحين والجهة هذه كلها فلاحة وهو صديق المواطنين أنا البارح كيف كلمته نسق معاه وجدته هو بيدو عالق في الشريط الحدودي معناها خرجت الآن من الشريط الحدودي أنت توا في عند رام شكرا نهنوك بسلامة الوصول أنا نقول لسحمد نعم فيصل الدين يسمى ما عملش درج قدام تاريخك انت بارك الله فيك شكرا ما عملش درج شكرا سي فيصل تاريخك النضالي ما نجمش سحمد إن شاء الله الثقة نتاعك هذه راهو موقف أنا نعرفك ومخالتك وأنا مع بعضنا في مجلس النواب موقفك هذا ما نعتبروش موقف نتاع سياسي موقف انت راجل وطني ربي يكبر قدرك ان شاء الله راهو مثل
هل الكلام هذا يشجعني انا ما زلت صغير في السياسه وما زلت كبديت اني نقول راني في الطريق الصحيح. شكرا شكرا. تحياتي هشام الحاجي يحب يحييك تحياتي سي فيصل وفرصه كذلك فعلا معناها فرصه باش نحييه ومش في وجهه معناها سي احمد الخصخصي معناها رمز من رموز رمز من رموز تونس ومن رموزها معناها اللي باش يحفظ له أكيد الحاضر وكذلك المستقبل إسهاماته وأيديه البيضاء. شكرا لكم جميعا مشاهدين الكرام. نعود إلى متابعة آخر فقرة في هذا البرنامج بعد هذا الفاصل. شكرا على لكم على المتابعة والاهتمام. كيف ما ذكرت يحضر معنا الدكتور محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري. دكتور يعني كيف ما كنت تسمع معنا يعني الاحتجاجات عادت من جديد إلى نفس المناطق اللي انطلقت منها قبل 6 سنوات، منزل بوزيان، المكناسي، بن قردان، قصرين. يعني كيفاش تقرأ أنت المشهد الآن يعني؟ ومرحبا بك سام. شكرا على الاستضافه. شكرا. حبيت نقول انه اللي نشوفوه اليوم واللي يرجع بشكل يعني متواتر كاد يكون دوري وسنوي من الاحتجاجات هو يعبر على انه هناك مواضيع معلقه يعني وحاجيات للناس معلقه خرجت من اجلها الناس في 2011 وقبل 2011. هل الانتظارات متاع الناس اللي هي انتظارات في الاساس اجتماعيه. نعم. اليوم للحكومات المتعاقبة بعد الثورة قدرت أن تواجهها وأن تتعاطى معها بشكل جدي وبفاعلية. نعم. وهذا اليوم كان منتظر أنه الحكومة هذه متاع الشاهد باش تلقى نفسها كما صارت لحكومة الصيد وقبلها أمام نفس المأزق، يعني أمام عدم القدرة على الاستجابة لهذه الانتظارات، لأن الانتظارات هذه لابد أن تخلق ديناميكية اقتصادية جديدة قادرة على توفير موارد للدولة حتى أن تتكفل بالناس وأن تخلق مناخ يسمح بتلبية الحاجيات هذه. اليوم المنوال الاقتصادي اللي احنا ماشيين فيه وهذا من سنوات وإحنا نقولوا فيه كاتحاد شعبي جمهوري نقولوا راهو المنوال الاقتصادي اللي احنا ماشيين فيه هو ذات المنوال اللي كان ماشي فيه بن علي وهو اللي أدى إلى أنه الناس خرجت بين 17 ديسمبر و 14 جانفي لإسقاط هذا النظام بن علي. ما هو هذا المنوال؟ المنوال هو أنه كان بن علي كان عنده ثلاثية نسميها الثلاثية المقدسة. كان يرد دائما أنه هما في الاستثمارات ستخلق مواطن الشغل وستخلق النمو، هذا هي الثلاثية التي لم تتحقق. نعم. مش ما تحققتش ووصلت بينا إلى المأزق الفشل متاعها أو الإعلان الموت متاع الخيار هذا. هو كان ثورة متاع 17 ديسمبر 14 جانفي. تمدينا احنا في نفس السياسات نهيك أنه للصيد الشاهد الآن مؤتمر استثمارات وفي انتظار استثمارات أجنبية في حين أنه الحل موجود عندنا في تونس. ما هو المشكل من غير ما نعقدوه يعني اقتصاديا بشكل مبسط؟ ما هو المشكل في تونس؟ المشكل في تونس هو أنه الطلب الداخلي على السلع محال على عرض أجنبي، عوض أن يحال على عرض داخلي على السلعة منتوجة في تونس هو محال على عرض أجنبي. العرض الأجنبي جاي من كثرة السلع اللي موجودة في تونس بالاستيراد العشوائي، الصين وغيرها يعني الصين ودخلت تركيا على الخط وما إلى ذلك حتى القلوب البيضاء يعني. فالعرض شفت كيفاش حاجتي أنا لا أي شيء ملبوس وإلا صبات وإلا مواد غذائية معناها غذائية مصنعة ولا غيره نلقى قدامي المواد الأجنبية. كيفاش تحب أنت المؤسسة التونسية وقت العرض ما هوش ماشي لها هي ماشي لغيرها؟ كيفاش تحب المؤسسة التونسية باش نجم تكبر؟ على خاطر وقتاش تكبر؟ هي تكبر عند طلب وقت اللي يسمى بالفرنسوية لو كارنيت كوموند نتاعها يكون عبي. وقت اللي يصير عليها ضغط في الطلب اعطيني اعطيني تولي هو يقول لك انا مول المؤسسة يقول لك نكبر في المؤسسة نتاعي مادام عندي سلعتي مطلوبة. نعم. يكبر في السلعة نتاعه دونك يستثمر. كي يستثمر مجبور باش يشغل يوفر الشغل. انتهى الامر، خلقنا النمو وانتهى الامر وانطلقنا. اليوم الدولة قدام العجز نتاعها اللي قاطعين فيه اللي هي متسبب فيه في خياراتها، لأن خياراتها هذه هي خيارات اللوبيات اللي موجودة في البلاد الضغطة.
هي مش خيار الكومبارس السياسي اللي تشوفيه المشهد السياسي كومبارس. نعم. يعني هذا خيار اللوبيات الكبار اللي متحكمين في الفلوس اللي هم قاعدين يمولوا في السوق هذه بالسلع المستوردة ودخلوها توا في الفرانشيز يعني ولات معناها السلع معناها تدخل السلع هذه وتعاود تخرج فلوسها لبرا معناها ولينا السوق تابع السوق الأجنبية. هذا كلاش أنت في رأيك عادة الاحتجاجات دكتور يعني الاحتجاجات مدام الدولة احنا شوف رأو من وين يزم نفهموه أنه دولة الاستقلال رأو ثم امتداد تاريخي احنا ما نشفي قطيعة خاطر صارت الثورة ولا غيره احنا ثم امتداد تاريخي ثم خيار متاع دولة الاستقلال. نعم. خيار دولة الاستقلال او المؤسسين لدولة الاستقلال اختاروها على اساس ان تكون دولة راعية. نعم. ما تنجمش الدولة اليوم تتخلى تقول متاع سيدي بوزيد ومتاع القصرين ومتاع عند رام تقولوا لا انا برا دبر راسك وحدك. نعم. لان ما تنجمش تفطموا بين عشيتنا وضحاها اخلق له المناخ تحب تفطموا اخلق له المناخ باش يشتد عوده. اليوم هو محتاج الى صحة وقت يوجع راسه ويتلفت يقول وين المرفق العمومي، محتاج الى امن وقت يوجع راسه يقول وين الامن، محتاج الى قضاء وين القضاء، التعليم محتاج الى تعليم عمومي. اليوم ثلج وبرد وقرس وجاع قالك وين الدولة وهذا طبيعي وين الدولة. خليني معاك دكتور معناها نتدرج شيئا فشيئا يعني احنا رينا بعد هالاحتجاجات هذية وموجة الثلج في الشمال الغربي وفود حكومية تحولت الى الولايات وفد مشى المدنين وفد جانا سيدي بوزيد وفد مشى الكاف وفد طلع وين مشى ولكن الغريب انه هذه الوفود يعني قوبلت ايضا بالاحتجاجات. ايش من قراءتك انت للحكايه دي؟ طبيعي يعني هذه هذوما عسكر مطافي معناها يتنقلوا وين ثم الحرائق من غير ما انه يكون عندهم حلول. يعني الناس في انتظار ملت الوعود ملت التسويف. الناس اللي سيراه مش تسويف هذا اللي سنتين بالثوره والتو يمل الانسان خليهما هذوما راهي مناطق من 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 من, من دوله الاستقلال وهي تقاسي وهم يتلقوا في الوعود وما ماشي تمشي له باش يعني باش توري له معناها باش تسمعوا شنو المشي له سيدي احمد جلس معناها برشا قال لي يسمعوا برشا لكن الفاعلون شوي خليك فعل معك سيد أحمد الخسخوسي تفضل. لا والله نفس الشيء هي يطرح مشكلة كبيرة هو الانتظارات كبيرة والتلبية الانتظارات قليلة ها عدم التوازن هذا معناها خلق المشكلة هذه. يضاف إلى هذا مسألة معنوية هي مسألة الثقة الحقيقة وقت توعدني المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة هو حتى الحيوان والشينت بافلوف إذا كان حشاك يكذب عليه إنسان برشا مرات ما عادش يستجيب هكا ولا هكا ريفليكس كونديسيوني ولهذا وزيد عمال الدنيا مش ستاتيك مش ثابتة عمال كل مرة عنا توا مشكل بعد يضاف له مشكل آخر وبعد يضاف له مشكل آخر تراكم المشاكل يعني. تراكم المشاكل والتراكم هذاك مع الأسف يحدث حاجة متأسف أنا نذكرها هي نوع أنت طبيب دكتور التعفن والتعفن مش متاع حاجة سليمة ووقتها اللي يتحمل المسؤولية كما كان يحكي الدكتور باعتبارها دولة راعية على الأقل في منشأها وفي أصلها وفي تاريخها معناها كيفاش يعبر علي معناها تزيد الأمور تتراكم وتعقيدا وصعوبات تتكاثر وبعد بطبيعة الحال يولي هالموضوع هذا توا ولينا ما عادش نسمع بعضنا تقريبا توا مثلا عادة كيف وزير يمشي إلى مكان ويتنقل بصفة خاصة عادة أقل ما فيه يتسمع توا ما عادش حتى السمع ما عادش موجود. علاش؟ خاطر الثقة لم تعد موجودة. نعم. واعتقادي أنه سمحني نكمل الجملة هذه بركة اعتقادي أنه العمل الأساسي واللي هو في العمق وعن بروفوندور واللي لابد منه هو محاولة استعادة الثقة بين المجتمع من ناحية وبين السلطة من ناحية أخرى وهذا عمل مش هين مش سهل خاصة دكتور يعني بالإضافة إلى هالاحتجاجات اللي عادت من جديد يعني أيضا موجة الثلج الشديد اللي ضربت الشمال الغربي وانت ابن الشمال الغربي يعني احنا الصورة هنوروا فيها هذه صورة يعني عون حرس هز امرأة مسنة على ظهره. الحقيقة انا احنا كنا نعتبروها وحتى على الفيسبوك اعتبروها صورة الاسبوع يعني نحب كطبيب الان تعليقك انت على هالصورة هذه عون حرس من منطقة ريفية حيدرة يعني هاز عزوز تقطعت بها السبل على كتفه على ظهره
باش يقطع بها المسافة. والله تسمح لي أني تعاطى مع الصورة هذه ببعدين. نعم. ساعة ما بعد عاطي في اللي هو ولد حيدرة يعني. نعم. ولد بلادي. انت روحت ولد دار. روحت ولد دار. ثم ثانيا أكثر من هذا هو أنه هذك أحنا. نعم. هذك أحنا. نعم. يعني أحنا هذك أحنا ناس مسلمين وإحنا ناس نحبوا بعضنا وإحنا. وإنما الوضع يعني كبست علينا السنتورة، كبسوا علينا، ضربنا الصبات، ولينا دايرين ننهشوا في بعضنا. نعم. لأن الوضع صعيب. سي أحمد قبيلة تكلم على موضوع مهم، موضوع الثقة. لكن الثقة تبنى بالممارسة طبعا. نعم. مش بالقول. والموضوع هو ثم خيارات كما تحدثنا. اليوم يلزم الدولة تكون عندها موارد. اليوم الدولة ضعيفة، هي الناس اللي موجودين في السلطة فقروا البلاد وفقرونا كشعب. نعم. احنا اليوم اصبحنا فقراء، يعني بتراجع العملة متاعنا، بتراجع الموارد الحقيقية، مش لك الكوارت اللي ما تسوى شيء. العملة متاعنا ما عادش تسوى شيء، اصبحنا فقراء. نعم. فالدولة ما عادش عندها موارد انها تقوم بالدورة متاعها. طرف ثلج وقفنا. ثم سمحني وكأني بالحكومة هذه مش اول مرة صارت، حتى مع حكومة الصيد وكان الحكومات عندهم الويكاند السبت والحد ما يقلقوهمش. انت تصور انا نعرف المنطقة متاع الدراهم ونعرف المسالك متاعها، طريق خاصة طريق متاع باجة، يعني باجة لعمدون عين درهم يقولوا له طريق شنوة حيات ممتازة ممتازة. وصارت من بعد الفيضانات اللي في عهد حكومة الجبالي صارت اعتمادات لا بأس بها وأشغال لا بأس بها لتقوية البنية التحتية وكانت ممتازة وشيء عمل كيف. وإنما شنو اللي صار؟ صار وكأنه لا رئيس الحكومة تحرك وقتها، لا أعطى الإذن. عندنا راهو حامية غاديكا، عندنا جزرنا كبيرة يازر في عندها ما نجموش يخرجوا يندشلوا الوليدات الكل وكل الكراهب الكل هذوك بيتهم في الوتلة. يعني ما ثماش قرار تحرك، ما ثماش متابعة. البلاد في الويكاند هذاك في نهاية الأسبوع متروكة إلى سبيل حالها. فأنت وهو أمر خطير حقيقة. لا معنى ذي راهو يعني إحنا رانا ترانا ساعات ننقدوا كمعارضة ونتهم بأن نكون لذعين وأن نكون نتبع كل شيء. يا أخي هذا يصير؟ يعني طرف الثلج، طرف الثلج في بلاصة يا أخي شنو عندها مش تونس يا أخي، والكاف ما هيش تونس، يعني شنو المناطق، مناطق تبعين حاجة أخرى. نعم. شنو الوسائل الدولة الكل تكرس. نعم. يعني كيران بوليدات صغير تعلقت بهم السبل، هذا يصير في تونس؟ وين يمكن من شنو؟ مش دولة أنا إيه؟ نعم. يعني لا انا لا عندي لا مروحيات لا طائرات لا عندي عربات فانت لا رباعيه الدفع لا عندي ما عندي حتى شيء. نعم. دكتور من الـ يعني ضيفنا سي ابراهيم يعني المساوي، سي ابراهيم المساوي دكتور ضيفنا سي ابراهيم المساوي رئيس الجمعيه التونسيه لمكافحه الفساد، مس موضوع أن شخصيا نعتبره من اهتماماتك الأساسية ومن اهتمامات حزبكم، يعني كيفاش ترى يمكن محاصرة الفساد في الإدارة؟ شوف راهي الإدارة هي وفي كل شيء، مش كان في الإدارة، مش أنا ولد الإدارة، أنا أعتز أني ابن الإدارة وأمضيت من عمري 38 سنة في الإدارة، ولذلك أنا ما نتهمش كالإدارة، أنا أقول الفساد في كل شيء معنا. هو الإدارة معادة علاش؟ على خطر هي في وجه، هي اللي تسلم الصلاحيات وهي تعمل الرخص وهي تعمل فيها في الواجهة. لكن الفساد هذا موضوع متاعه هو أنه ما هوش جديد علينا، راهو هو يحب يصوروه على أساس أنه جديد، هو امتداد لما كان في زمن بن علي. احنا كنا نعيشه ولازلنا نعيشه في منطلق الدولة الرخوة. شو هو الدولة الرخوة؟ الدولة الرخوة هي الدولة اللي سلطة القانون عادش هو الفيصل، عادش فما علوية متاع القانون، فما أنه كل شيء ما عندكش فيه الحق تنجم تاخذه برشوة، وكل شيء عندك فيه الحق ما تنجم تاخذه إلا برشوة. هذا المعضلة متاعنا. استشراء الرشوة. أي يعني هو مفروض ثم القانون اللي هو يعبر على الإرادة الجماعية متاعنا. نعم. سي ليكسبريسيون دو لا فولونتي جينيرال اردونت بتاع جون جاك روسو. بالضبط. هذاك مشى على روحه، هذاك القانون يقعد على روحه في الرفوف، والواقع حاجة أخرى. علاش وصلنا للواقع هذا؟ اليوم احنا ما نقولوا ديمقراطيه، يعني ديمقراطيه ايش معناها؟ معناها علويه قانون هو فوق الناس كل. يا اخي شنو الفرق ما بين ديمقراطيه وديكتاتوريه؟ الديكتاتوريه ثم علويه قانون، لك القانون تاع شخص واحد هو اللي يمشي، هو اللي ينفذه حسب ارادته. والديمقراطيه هي ديكتاتوريه القانون اللي هو نابع على الاراده الجماعيه.
هذا هذا الفرق. احنا اليوم خلينا القوانين شيرة وقاعدين نعملوا كما جاجة. فترى انه من مرس من رأس السلطة من فوق من الباجي قايد سبسي كيفاش هو يتعاطى مع اكبر قانون موجود في البلاد اللي هو الدستور، كيفاش يتلاعب به، كيفاش هو ياخذ صلاحيات لمن صلاحياته، وانت ماشي تلقى الناس الكل تاخذ في صلاحيات ما هي صلاحياتها. هذا الواقع هذا، ثماشي إرادة سياسية باش تقف قدامه؟ ثماشي إرادة سياسية؟ الكل مخرط مع الكل في لعبة اللي هي مع بدون ضوابط، وإنما كلها في تقديرات متاع غدوة، كيفاش أنا باش نعمل، كان نعديه من عديهوش يصلح لي ينفع لي. شوف قداش فما من هيكل لمقاومة الفساد. نعم مشاهدينا الكرام، نعود بعد الفاصل لنختم هذه الحصة، ونتطرق إلى موضوع خصوصي يهم الدكتور لطفي المراحي باش نعلق عليه، وأيضا مع سيد أحمد. نعود بعد الفاصل للفقرة الأخيرة في حصة اليوم. مشاهدينا الكرام، عدنا معكم في ما تبقى من عمر هذه الحصة، معي الدكتور لطفي المراحي والأستاذ أحمد الخصخوصي. سي لطفي، احنا يعني الحقيقة باش نهتم معاك في الحيز هذا ببيان اصدر على حزبكم الاتحاد الشعبي الجمهوري يتعلق بموضوع تقنين توريد السيارات. الموضوع مهم وأيضا يدخل في باب حديث الناس. يعني أنتم في البيان متاعكم تقولوا أنه منذ عقود الدولة أوكلت مهمة توريد السيارات إلى وكلاء بعينهم، والمواطن التونسي وقت الحب يشري سيارة يشريها من عندها الوكلاء هذا. أنتم الآن في هالبيان هذا تطالبون بإنهاء العمل أو التعاقد مع هؤلاء الوكلاء وترك الحرية للمواطن ليقتني أو يورد سيارته بإمكانياته الخاصة وبطريقته الخاصة، وتقولوا أنه يعني الأبقاء على قانون الوكلاء يحرم المواطن أولا من حقه في تنويع، يعني التنويع يعني ثم نوع من السيارات ما عندهاش وكلاء في تونس، يعني ولذلك المواطن يتحرم منها. وأيضا تقولوا أنه الأبقاء على القانون هذا يكرس ما كنا نتحدث عنه منذ قليل، يعني فشل الإدارة وأيضا يعني الفساد في الإدارة، وأنه ثم ناس استثرت على حساب الشعب. حبك تتحدث لنا في الموضوع هذا وفي البيان هذا. وإن كان في الحقيقة احنا كحزب وخاصة في الظرف هذا اللي في البلاد، خاصة حالة البنية التحتية ويعني حالة النقل العمومي، كنا نعتقد أن الأهمية تصرف من قبل الدولة للنقل العمومي. نعم. هذا أهم كل شيء، لكن مدام أنه فما النقل عمومي في المستوى اللي هو موجود عليه، ومدام أنه الناس هذا من حقها أن اللي حبي يمتلك سيارة هو من حقه أن يمتلك سيارة، أنا لاحظنا يعني أنه الناس اللي وكلاء بتاع الشركات الأجنبية اللي بيع السيارات هما اللي يحتكروا، ما يتجاوزوش يمكن عدد الأصابع اليدين، يحتكروا السوق السيارات في تونس. ما تنجم تجيب سيارة إلا ما تعدى على جماعة ذو، تعدى على جماعة ذو ما يأخذ لك هو الباي متاعه الربح، ربح وكل ربح هذاك يولي مضاعف مدام أنت بشتاخذه سيارة بشتاخذها بقرض من البنكة. دونك الشيء اللي خذيته من عنده هو بشتخلصه مرتي. نعم. وهو شنو الجهد اللي عمله السيد هذا؟ قعد قدام الكمبيوتر وعمل طلبية في الكراب وجاته الكراب. يعني هذا الريح، هذا ريح، هذوما ناس عايشين على الريح. هالريح الناس هذوما كي نجيو نشوفوهم شكونهم نلقاهم هما اثرياء البلاد هذه، وراهم انه ثراء الكل صار من قربهم من السلطه الفايته تاع بن علي، وتواصل الحال على ما هو عليه. هذا غير مقبول. يعني انت تلزمني اني ناخذ من عند السيد هذا؟ علاش السيد هذا منين جابها الفلوس؟ صح، جابها من البنوك العموميه. فلوس الشعب، مشى عمل بها الطلبيه نتاعه وجابها ويربح على ظهري. علاش؟ ماني انا ساده مواطن عندي الحق باش نمشي، ماني باش ندين، باش ندين انا؟ نعم. ناخذها وحدي، ندين عند البنكه وناخذها وقتي ونختار نحب عليها جديده ولا قديمه من السوق العالميه ونجيبها كيما نحب انا. علاش تحرمني من حقي هذا لسبيل السيد هذا اللي غير جهد؟ تشجيع الناس هذوما على انهم يقعدوا يعيشوا على كريعة ذاك، وتشجيع على السلطات اللي موجوده والسلطه القائمه ان توصل في الزبونيه
اللي كان فيها نظام بن علي. واضح. تفضل سيد احمد بعد السؤال. تفضل بعدين. لا لا بالضبط السؤال الطياره ما تنساش ولا رد بالك سامحني. معناها منطقيا معناها حاجه معقوله جدا. تو نحن ضد الاحتكار وهكا ولا لا؟ وهذوما يحتكروا معناها ساعه من الناحيه المبدئيه يلزم الواحد يكون موافق. علاش؟ تو نحن قبل كنا ضد الاحتكار السياسي حزب واحد كنا حزب واحد ولينا 60 حزب بالضبط. لا 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 ما بقيناش 10 احزاب. نحن 10 احزاب بالضبط. بعد حتى التعدديه النقابيه والاجتماعيه هذا مسموح به. علاش؟ وبعد التعدديه الاقتصاديه لاني تقوم على المنافسه. معناها كان حزب واحد بعد كتولي ثم احزاب الواحد يلقى فرج بين هذا وهذا ويلقى فالمساله معناها كما مطلب الدكتور رغم ما عنديش تكوين اقتصادي من الناحيه هذه اما من الناحيه المبدئيه سليم واضح ما فيه حتى شيء واضح. سيد احمد سيرت في بالله انا عندي سؤال يعني تفضل. ليش اخترتوا شعاركم طياره واللون الازرق؟ يعني شعار الحزب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري طياره مصورخه والازرق في الفضاء الازرق. شوف النجم نعطيه برشا تعليلات وتخريجات فلسفيه وكذا. نحب نختم الحسبه الواقع نتاع الامر. واقع الامر شنو هو؟ هو انه لاحظنا في الانتخابات انه نتاع 2011 اللي شاركنا فيها انه ثم شريحه كبيره من الشعب التونسي ما زالت على شيء كثير من الاميه ما تفرقش. فكيما الاخر عمل لها منقاله والاخر عمل له ضوء وعمل الاخر عمل له مريات والاخر عمل له مسكلات فظلي وزمي نعطيه العثمون يعمل براد مثلا براد لا مش التفكر على عطيه لا لا يعني تفضل لا ما يخص. احنا اخترنا قلنا ما حتى حد ما استعمل الطياره او الناس استعملوا الطياره والطياره ان شاء الله نهار تقلع بينا الى ما هو احسن ان شاء الله. وسيد احمد انت مخترت الصيد. نحن الصيد شنو حكيت الصيد؟ نحن متواضعين بالنسبه لسي الدكتور شنو حكيت الصيد؟ مساله الصيد والله تقريبا من نفس المنطلق انطلق منه الدكتور. معناها احزاب ياسر شنو المطلوب؟ بالفرنسيه يسموها فونكسيون ديستينكتيف معناها حاجه اللي تتميز بها تميز بها هو الطياره. نحن قلنا الحيوان تقريب اللي هو معروف وما يغلطوش فيه العباد هو الأسد ولهذا الوظيفة هي وظيفة تمييزية بالأساس. وبعد الحقيقة خاطر قبل كانت عندنا الحمامة حمامة السلام وعاملة فيكتوار وكذا إلى آخره. بعد كثر الحمام كثر الحمام كثر والله كثر الحمام ولينا نقول أزرق وأخضر وأحمر ولا معناش وطاير ومكمش جناوح وكذا. قلنا نحن مال الصيد. وبعد هذا الصيد بدينا نلوجوا على حاجه في الاثناء كور دو روت لقينا له بعض الوظائف. قلنا راه الصيد هو مهمته هو الحمايه والتنظيم وكما يقولوا في المثل الشعبي الصيد باهي للغابه والغابه باهي للصيد هو يحميه ويتحميه. ان شاء الله نحن نكونوا بمثابه الحمايه بالنسبه لتونس نحن وبقيه الاحزاب. هذا هو والصيد معناه كيف ينطق يزهر معناه صوت قوي هذاك كيس الرعد معناها دلال على الصراحة ما عنده ما يخفيه. أردنا أن نختم الحصة بما يشبه الطرفة في الحقيقة بالحديث عن الشعارين يعني لدو لوغو نتاع الحزاب نتاعكم. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحصة من برنامج حديث الناس على قناة الإنسان الفضائية. في نهايتها أجدد لكم الشكر على حسن المتابعة والاهتمام وأشكر ضيوفي الذين أثثوا معي حصة هذا اليوم. السيد إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. السيد أحمد الخصخوصي عضو مجلس نواب الشعب والأمين العام. شكرا لكم أيضا لحزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين. الدكتور محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والزميل هشام الحاجي الصحفي والمحلل السياسي للحصة. وكان معنا بالهاتف السيد فيصل التبيني عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب صوت الفلاحين وكذلك السيد زهير الخصخوصي الكاتب العام للمكتب المحلي للاتحاد الجهوي للشغل بمعتمدية المكنسي. هذا في الختام محمود الحرشيني يحييكم ويضرب لكم موعدا في حصة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير.